سيدي اسم السلفة؟ اسم محمد ديتواني، عضو الكتابة الإقليمية المحمدية، مستشار سابق للجامعة لفترتين، والآن نحن في بداية الحملة المحمدية. كيف كانت الأجواء ديال ثاني يوم الحملة الانتخابية؟ الأجواء الحمد لله، احنا بدينا الحملة مساء البارحة كانطلاقة في المقر، والآن انطلاقة على سميتو على صعيد أحياء المدينة. الصباح درنا حملة، كانت الحمد لله ارتصامات ديال الناس، ارتصامات الحمد لله تبشر بخير. ثم نرى على كل حال، لابد أن يكون هناك من يعارض، ولكن هذه هي الدنيا وهذه الديمقراطية. لذلك احنا الحمد لله بدينا بالعمل ديالنا، وحنا نعمل لأجل أول المواطن. وعندي واحد أربعة رسائل هي اللي غادي نصوت من خلال هذا المنبر ديالكم، اللي عرفناه من منذ قديم أنه يعني متجرد، هو سميته ويعرف كيف يعمل. النقطة الأولى هي الرسالة للمرشحين ديالنا من رسائل الجيل الآن للائحة. أقول لإخوان ديالنا المرشحين والأخوات أن المرشحين اللي اختوروا يعني بكل دقة وبكل حكمة، وأن كانت واحد الغربلة حتى وصلنا لهذه النتيجة هذه وهذه اللائحة هذه. لذلك أنا أقول للمواطنين ولهاد الناس هذوم اللي الآن في اللائحة، أنهم الآن الحزب دار فيهم الثقة الكاملة، وأن هذه الثقة هذه يجب أن تمشي للمواطنين باش يديروا فيهم الثقة الكاملة. احنا الآن كنا في السابق وقعنا أخطاء، أن اللوائح السابقة في الانتخابات السابقة كانت ما كانتش يعني مركزة على واحد المجموعة ديال المعايير اللي فيها الثقة وفيها الإخلاص للحزب والوطن وفيها المصداقية وفيها النزاهة. الآن اخترنا الإخوان ديالنا اللي كاين دابا الحمد لله من خيرة الإخوان والأخوات اللي في اللائحة، ومعول عليهم إن شاء الله، الحزب معول عليهم وإن شاء الله حتى المواطنين تعول. النقطة الثانية، رسالة إلى الأعضاء المتعاطفين ديالنا. الأعضاء المتعاطفين ديالنا يجب أن يثيقوا في الحزب ويثيقوا في هذه اللائحة، ويعلموا أن الحزب ديالهم قوي بهم وهم أقوياء بحزبهم. لذلك يجب أن يفتخروا بأن الذين الآن في اللائحة هم أناس من نساء ورجال معول عليهم وفيهم الثقة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسيبقوا يعني في لحمة واحدة وعلى كلمة واحدة إلى أن ننتهي. النقطة الثالثة هي رسالة إلى عموم المواطنين. أقول لهم إن حزب العدالة والتنمية حزب كما يعرفه الجميع خرج من رحم الشعب ويعمل لصالح الشعب ويعمل في وسط الشعب. ليس هناك مال، وليس هناك مقالع، وليس هناك أعلي بحار، وليس هناك أي شيء. احنا أولاد الشعب كنخدموا الشعب، وكل يعرفنا لا على مستوى الوزراء يعني مستوى الحكومة، ولا على مستوى الجهة، ولا على المستوى المحلي. يمكن أن نقع في أخطاء، ولكن الأخطاء كانت فوق إرادتنا، وأخطاء كانت الآن نحاول أن نصلح ذلك. إلا أننا كأفراد كنا تحملنا مسؤولية في الجماعة، نحسب أننا أدينا ما علينا. الآن النقطة الأخيرة وهي تذكير للمواطنين. المواطنين هنا وساكنة محمدية، أذكرهم بأننا تحملنا بعض المسؤوليات على مستوى الجماعة. والإخوان ديالنا اللي كيشوفونا، المواطنين اللي كيشوفونا دابا في المحمدية، اللي كيشوفوني كندير هذه الكلمة، يعرفون جيدا أن هذا العبد المذنب اللي سميته محمد التوامي تحمل مسؤولية معينة، وأدى الواجب الذي كان عليه بكل ثقة وبكل صدق وبكل إخلاص وبكل تفان، بعيدا عن استغلال الموقع، وبعيدا عن استغلال يعني المسؤولية اللي كانت عندي فيها. أديت الواجب كما يحط علي النفس ديالي والوطن والمواطنين. وأقول لهم وبكل صدق، والآن أنا أواجههم، أنني إذا كنت مرة أخطأت في حقهم أو لم أؤدي الواجب، أو كان لي مثلا أديت الواجب مقابل شيء آخر، فأنا أمامهم الآن كما أشار الأستاذ البقالي سابقا أنها كرشي خاوية. أنا أقول مرة أخرى، أتحدى أي شخص يريد أن ينتقد أو يقول شيئا في هذا العبد المذنب أنه يواجهني وأنا موجود. والإخوان دابا والناس اللي أعطيناهم سلمناهم الرخص
على مستوى الجماعه، وكان لي الشرف انني اساهم في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي ديال المدينه المحمديه بتوقيع الرخص لما يقارب حوالي 800 رخصه ما بين سنه 2019 و2020، واحمد الله انني اديت الواجب كما امر الله، وكنت انصح الموظفين هناك بان يخلصوا للعمل، يخلصوا للمواطن، يخلصوا للوطن، يخلصوا لمدينتهم، وينتبهوا ان الى ادى الواجب وادى الرساله اللي عليه انه يساعد الوطن والمدينة ديالو اجتماعيا واقتصاديا واستقرار سياسي. إذا فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى ذلك، وأقول للمواطنين سنبقى على العهد وسنسير في نفس الخطى إن شاء الله الرحمن الرحيم، بل أكثر من ذلك إن شاء الله الرحمن الرحيم، سنلتزم بإصلاح واحد المجموعة ديال الورشات اللي مبدية وننهيها بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون إن شاء الله الرحمن الرحيم المستقبل خير مما مضى ومن الحاضر. شكرا لكم.